السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أحمد صبحي. لو لسه أول مرة تتفرج علينا انزل اشترك في القناة وفعل زر الجرس علشان تعرف أول لما ينزل فيديو جديد وتستفيد من كمية الشروحات اللي موجودة في الفيديوهات. في الفيديو ده إن شاء الله هنشرح طريقة عمل ثمرة الخشب اللي هي القشرة المصنعة بطريقة بسيطة جدا أي حد يقدر ينفذها. هو في منها كم طريقة، ولكن الطريقة اللي أنا هقول لك عليها دي أنا شايفها بالنسبة لي الأمثل والأبسط لأي حد، وبنسبة كبيرة جدا هتديك شكل ثمرة الخشب أو ثمرة القشرة المصنعة بنسبة كبيرة جدا. تابعنا للنهاية علشان تعرف الطريقة الصحيحة. اهلا بكم مرة تانية. طبعا دي يا شباب العينة اللي احنا هنشتغل عليها. العينة اللي معانا دي متأسسة لكية عسلي، لكية عادي خالص عسلي. تقدر ان انت تنفذ اللي احنا ننفذه ده على اي ارضية، مفيش اي مشكلة، المهم تكون الارضية ناعمة ناعمة بس، علشان خاطر وانت بتشد اللون يبقى سهل معاك وانت بتشده. مش هنحتاج في الموضوع ده غير لون احمر، لون احمر لكية اي خام مفيش اي مشكلة. هتضيف عليه شوية اسود لكية برضو هيديك بني محروق، وبعدين تضيف عليه تخفه ببنزين عادي جدا، وتضيف عليه شويه جاز او شويه نفض علشان ما ينشفش معاك بسرعه، يعني ما يشدش بسرعه ويبقى سهل ان انت تشده. نشوف الطريقه. انا اللون اللي عملته بني محروق حطيته في المسدس، لون بني محروق اسود على احمر زي ما قلنا لك ايه. وبعدين هرش بقى سبعات في تمانيات كده، سبعات كده في تمانيات اللي هو ايه، اللي هي ترخيمه القشره العاديه ناس كتير عارفاها، بس طبعا احنا بنعملها دلوقتي بالبويه اللاكيه زي ما انتم شايفين كده. وبعدين هبدا ان انا اشدها كده زي ما انتم شايفين كده. بتتشد معايا اهي، بس طبعا انت ما تخليش البنزين بتاعها كتير، تخليه بنزين على جاز علشان يتشد معاك بكل سهولة زي ما انتوا شايفين كده. بتشدها، برجع بعد ما اشدها اخد اغمق الجزء ده شوية كده واسيب واحدة واغمق الجزء التاني سنة صغيرة، وبعدين اجي واخد عود رفيع هنا كده وعود رفيع فوق دي وخط رفيع هنا كمان وخط رفيع علشان اعمل تأثير القشرة، يبقى القشرة فيها تدخل في بعضيها كده، يبقى اعمل تأثير القشرة زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. ممكن نوسع دول شوية او نصغرهم شوية، المسافات ما بين دي وما بين دي بعضيها نصغرها شوية مفيش مشكلة. هناخد واحدة تانية اهي عكسها، انا وسعت دي شوية علشان القشرة طبعا ما بتبقاش منتظمة، بتبقى حاجة كده معمولة عشوائي. يعني احنا بنتكلم في القشرة المصنعة يا جماعة مش القشرة الطبيعي. هو في قشرة طبيعي زي دي بالظبط بس ما عادتش موجودة. بنشد كده، بنشدها بكل بساطة، ما فيش اي صعوبة يا جماعة ومش محتاجة اي صنعة، اي حد مهما كان يقدر يعملها، ان كان نقاش استرجي بالاخص الجماعة الاسترجية هتفيدهم جدا في الشغل بتاعهم عشان يطلعوا حاجة زي القشرة بنسبة 90%. زي ما انتوا شايفين بعد ما شدها هغمق بقى المنطقة دي شوية زي ما قلنا، هغمق واحدة واسيب واحدة واغمق التانية. بص بتبقى غبرة بسيطة جدا كده، واجي واخد عود رفيع هنا كده خط رفيع، نفس الكلام خط رفيع كده. يا رب يكون موضح بس في التصوير كويس. وارجع اشدها تاني، شايفين الخط رفيع بعد ما اتشد عامل ازاي؟ عامل زي عرق في القشرة اهو، بيديك عرق. لو انت مثلا لقيت الجزء ده فاضي وانت شغال برضو بتيجي مديله عود رفيع كده، خط رفيع كده عادي اهو، خط متعرق كده مش خط مستقيم، وتبدأ تشده برضو هتلاقيه ملى المكان معاك، عمل عرق في القشرة في الثمرة بتاع القشرة زي ما انتوا شايفين. وبعدين هاخد كمان واحدة عكسها. عايز تاخدها كلها على اتجاه واحد مفيش اي مشكلة، على اتجاه واحد يبقى الثمرة بتاعتها وشها واحد مفيش مشكلة. عايز تاخد واحدة واحدة زي ما انا شغال كده ماشي انت وخيالك. هبدأ اشد دي نفس الكلام بالظبط،
انا طبعا هنا مزود البنزين شوية علشان خاطر ما ضيعش وقت حضراتكم يعني، واستنى على ما تشد مني، فمزود البنزين شوية علشان انجز في الوقت. انت بقى ما تخليش البنزين زيادة معاك عشان ما تشدش منك بسرعة، زود شوية جاز او شوية نفط، هتلاقي البوية بقت سلسة معاك، فتشتغل براحتك، ما تعملش واحدة بواحدة زي ما انا شغال كده. ممكن تعمل الضلفة او الباب اللي انت شغال فيه كله مرة واحدة وبعدين تبدأ تشد. زي ما انتم شايفين عملت ثمرة، ولو مدققين في اللون اوي، هقرب لكم الكاميرا دلوقتي، هتلاقي هنا عاملة زي مسام كده، زي مسام القشرة بالظبط، هوريها لكم دلوقتي. هنعمل نفس الكلام كده، هنغمق واحدة ونسيب واحدة. واخد هنا عود رفيع، العود الرفيع ده يا جماعة بيديني عرق في القشرة، بيبقى زي الطبيعي بالظبط. الفراغات دي بملاها زي ما انتوا شايفين، حاجة بسيطة خالص، مش محتاجة أي صنعة، أي حد أي صناعة يقدر ينفذها بكل سهولة وبكل بساطة. حاجة شبيهة القشرة بنسبة 100%. ممكن انت بعد ما تخلص بمسدس صغير وتغمق تغمق دي شوية وتسيبها، وتسيب اللي وراها دي وتاخد اللي بعديها، وتسيب اللي وراها وتاخد اللي بعديها، تغمق واحدة واحدة كده، مفيش أي مشكلة. وبعد ما تخلص معاك هتلاقي نفسك القشرة بدأت تبان معاك، تاخدها بقى فوطة لون، غبرة لون، أكنك بتلون أوضة عادي خالص، هتلاقي القشرة بدأت معاك تبان زي الطبيعي بالظبط. كده يا شباب بقت حاجة شبيهة للقشرة بنسبة كبيرة جدا. طبعا الحاجات الصغيرة الغامقة دي عاملة زي المسام بتاعت القشرة بالظبط، هي ممكن تكون مش باينة في التصوير قوي، لكن هي باينة معايا هنا على الطبيعة، شايفين عاملة زي مسام القشرة بالظبط، حاجة طبيعية. دي لما تاخد منك فوطة لون هتبقى بنسبة كبيرة جدا جدا، ويكاد ان في ناس كتير مش هتعرف ان هي ترخيم، هيتهيأ لها ان هي قشرة بعد ما تاخد منك فوطة لون وتتفنش وتتغبر تتغبر لون وتاخد ورنيش، معلش هتطلع معاك تمام جدا. كده بقى انا خلصت الفيديو بتاع النهارده، لو شايف ان انت استفدت بمعلومه ولو بسيطه، انزل اعمل اشتراك للقناه واعمل لايك للفيديو ده وفعل زر الجرس عشان تعرف اول لما ينزل فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.